في امبابه مطعم مشهور جدا وجميل جدا اسمه مطعم البرنس، وصاحبه راجل محترم جدا ومقدر جدا. الراجل ده فتح مطعمه والحقيقه يعني بيتعامل مع الزباين بذوق شديد جدا جدا، وانا واحد من الناس يعني الحقيقه كنت بروح يعني مطعم البرنس. فاللي حصل انه الفنان الكبير محمد رمضان نجم مصر الاول والاوحد راح مطعم البرنس، كلموا البرنس قالوا ده ناصر البرنس، حاج ناصر ده محمد رمضان جاي لك فرج. قال اهلا وسهلا. ففاجأ انه محمد رمضان جايب معاه حوالي 8 كاميرات تميرا بيصوروه. البرنس نفسه اشتكى في الفيديو اللي هنشوفه ده دلوقتي. انا كنت انا في البيت يعني كنت مريح وسمعت خبر النجم محمد رمضان جاي للمطعم، فانا قلت طب ارحبه بيه واعمل له ترابيزه، كان جاي 20 نفر. فلقيت ببص على الكاميرات لقيت كاميرات رهيبه، 5 6 7 8 كاميرات موجودين. هو في ايه يعني؟ انا بعت مثلا واحد يصور او عندي كاميرات في المطعم قلت اصور وكده، وبعت ابني وكده. ففجاه لقيت 7 8 كاميرات بالفيديوهات اللي انتوا هتشوفوها معايا، حاجه غريبه. استغربت قلت في حاجه، فكلمت المنتج اللي هو بتاعه طارق نجاره، فبقول له موضوع كذا، كنت بتعملوا فيديو كليب يا استاذ طارق او بتعملوا حاجه او بتعملوا حاجه لمسلسل البرنس الجديد او حاجه زي كده؟ فطبعا انا قال لي ما تتكلمش بالموضوع عشان ما تزعلش مني. ايه ما تزعلش؟ انت بتهددني؟ انتوا بتيجوا تصوروا الناس بالعافيه يعني؟ او انتوا جايين تاخدوا المحل كده من غير ما تستاذنوا من صاحبات المحلات ولا صاحب البراند او ما في نجوم كتير بتجيلي، نجوم ما شاء الله كتير، نجوم عريقه بتجيلي هنا وبيصوروا وبنعمل معاهم فيديو وبنستاذنهم قبل نعمل. ما نقدرش اعمل فيديو مع نجم الا ما استاذنه عشان عيب، او ما اتصور معاه بستاذنه. فدي اصول البروتوكول اللي الطبيعي الناس ماشيه عليه. بس انت تيجي براندي او تيجي تعمل هنا فيديو كليب وتنزله، لا انا ارفع دعوه قضائيه ومن حقي وبلد تجيب لي حقي ومش هسيب حقي. هو النجم فوق دماغنا محمد رمضان وفوق دماغنا وكل حاجه، بس هو ده عمل لا صدقه في العمل. فانا دلوقتي في فيديوهات واوريها لكم وهو بيعمل فيديو كليب، في فيديوهات جبتها من على الكاميرات اللي عندي في المحل، عندي 65 كاميرا جبت كله، واتضح اللي هو فعلا بيعمل فيديو كليب وفعلا بيعمل فيديو كليب. والمنتج بيهددني بيقول لي انت هتزعل مني. ليه هتزعل مني؟ بتهددني يعني لما مؤاخذه نجم يعني ما تجيبش ناس تقعد تهدد في الناس ولا لا؟ انت نجم وعالي قوي بس ما تهددش في الناس يعني؟ انت تيجي تصور في الناس، تصور في الناس بالعافيه يعني؟ وهو معايا الفيديوهات، وتعالوا اتفرجوا معايا الفيديوهات اهي. لو خدت بالك الحاج ناصر البرنس بيتكلم على ايه؟ الحاج ناصر البرنس هو براند نيم يعني اسم كبير جدا ومعروف. فانت عايز تصور عنده سواء كنت فيلم او مسلسل او غيره، بتروح تاخد تصريح منه او توافقته، تدفع فلوس مقابل ده او ما تدفعش، هو يقول لك لا تعال صور بقى انت حر. بس الاول تكلم الراجل. انما الحاج ناصر اكتشف او خد باله انه محمد رمضان جايب معاه مصورين محترفين. تعال نشوف بقى الفيديو اللي هو عرضه بتاع محمد رمضان، هتلاقي فعلا معاه مصورين محترفين بكاميرات بقى 4K وبتاع، ومحمد رمضان اتلم او يعني مجرد ما هيقف في الشارع هيتلموا عليه بقى اللي هم الناس اللي بتحب مشهورين جدا بالشكل ده. اهو بص وصل عادي التصوير بقى، بص التصوير من الداخل ومن الخارج ومن الجو. هنا بقى هتشوف الشباب اللي هم المحترفين، سيبك بقى من ده، هو ده هنا بقى. هنا الشاب اللي شعره اصفر ده واحد منهم، ودي واحد تاني اهو هناك اهو. محمد رمضان نزل المنطقه قدام ناصر البرنس، قدامه ساحه واسعه كده او ميدان كبير اهو، فالناس اتلمت عليه. فيقف ويقول لهم انا بتحارب عشانكم وبتحارب مش عارف ايه وانا مش عارف ايه والحاجات دي. بص الشاب اللي عمل الضفيره ده او ده الحصان قصدي، ده مصور محترف ومعاه كاميرا احترافيه جدا اهي، والراجل شغال. واتلمت واتخربت الدنيا عند محل البرنس. الحقيقه انه فعلا صدق حس وطبعا ناصر البرنس فاهم يعني. وعلى فكره ناصر البرنس بيجي له كل مشهورين مصر. بصوا بقى ادي اللي قال عليه ناصر البرنس، انه اتعمل فيديو كليب فعلا في المنطقه دي. بصوا بقى محمد رمضان عمل ايه؟ قال لك ايه بقى؟ جمهوري واهلي وناسي، انتوا السبب في كل حاجه حلوه في حياتي ومشاركتي ليكم في كل تفاصيل حياتي، لاني بعتبركم عيلتي زي بعرف امي اني اشتريت مش عارف ايه بحبها. وادي الصوره اهي زي ما انتم شايفين، وحط وبدا يعمل عمل كليب عشان يرد بيه على الهجمه اللي اشتغلت عليه
بعد ما ما كانش قصدي الطيار خالص، وديني كل الطيارين اللي سمح بالتصوير معظم. هو محمد رمضان بعد اللي حصل بينه وبين الطيار حس ان الضربه كانت جامده، وان كتير من الناس الواعيه كانت ضده، فحب ينزل الشارع ويصور فيديو كليب لنفسه عشان يوري الناس يرد على اللي بيشتموه او اللي بيهاجموه ان هو بص الناس بتحبني، ويستميل الشعب بكلمتين كده فاضيين من نوعيه المحلسه اللي هو بيكتبها دي. محمد رمضان الحقيقه هو دي عادته، يعني يدخل كابينه الطيار ويصور فيديو، الطيار يروح في داهيه محمد رمضان مش دعوه، يروح عند البرنس مطعم البرنس يتصور، وهو عايز ناصر البرنس ايه يحمد ربنا انه، مع ان ناصر البرنس ده ما من حد يعني مشهور جدا في مصر الا وراح لناصر البرنس، فهو مش ناقص حد مشهور يعني، بس هو يستغل ناصر البرنس وبعدين يرميه، فهو اتعود على الطريقه دي. محمد رمضان اتعود على طريقه انه ياخد الناس الغلابه ويتصور، او ياخد الناس فرصه ويتصور ويرميهم، يتعودوا ما يتعودوش مش قصته. مع اني اصلا انا ضد، اهو ده الكليب محمد رمضان يرقص في الشارع، اهو اتفرج اتفرج في امبابه، اهو قدام ناصر البرنس، اهو اتفرج اتفرج اهو يعني الراجل الحقيقه عايز يعمل نفسه، عايز يعمل فيلم يرد بيه على منتقديه والهجمه اللي عليه، فيعمل ايه؟ يجي راكب على ناصر البرنس في امبابه وينزل يعمل الفيلم اللي انت شايفه ده. حقيقه انا هترك ليكم انتوا التسميه ماذا تسمي القصه دي. ورغم ان انا ضد مصر الطيران وان عقوبتها كانت متعسفه جدا تجاه الطيار ده، هو غلط انه يدخل حد الكابينه دي، غلطه لا تغتفر، لكن كان ممكن يقف سنه سنتين، انما يسحبوا منه الرخصه ويوقفوه مدى الحياه ده اوفر، ملوش اي مبرر خالص. ومع ذلك الطيار يطالب محمد رمضان ب 25 مليون جنيه تعويض بدعوى قضائيه جديده، ومحمد رمضان عمل اللي عمله وخلصت على كده. هذا زمن محمد رمضان. اذا كان عبد الفتاح السيسي قاعد على عرش مصر فطبيعي جدا يبقى نجم مصر الاول هذا الساقط فنيا.